يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تخصيص ذكر ثمود من بين سائر الأمم في هذه السورة، هل هناك حكمة معروفة في ذلك؟ لا أعلم شيئا ولكن الله أعلم، لأنها قريبة من كفار قريش، بلاد الحجر قريبة من مكة، والله ذكر لهم لأجل الاعتبار. نعم، أقرب شيء هي بلاد ثمود إلى أهل الحجاز، بل هي من أرض الحجاز. نعم.